عملنا حملة هنوصل لك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة. الناس البسيطة أحيانا ما بتقدرش تيجي، معهاش موارد مالية تسافر، بتشيل الشخص عنده أعاقة على كتفها. فإحنا نزلنا ب15,000 متطوع في القرى في 15 محافظة مع جمعيات أهلية على رأسها صناع الحياة والهلال الأحمر، علشان واخدنا مكاتب تأهيل متنقلة. فبدل ما المواطن هو اللي يجي، الحملة اسمها هنوصل لك. والحقيقة هي عاملة شغل كويس جدا، واكتشفنا وتعلمنا حاجات من الميدان أكتر كتير من اللي إحنا بنحتسبها أو بنقدرها في مكاتبنا. التحول من الرعاية المؤسسية للرعاية البديلة، وده كنت سيادتك وجهت بيه، إن إحنا ما نفتحش مؤسسات رعاية جديدة، لأن البيئة المثلى للطفل في التنشئة هي الأسرة، سواء كانت أسرة طبيعية أو ممتدة أو بديلة. علشان كده إحنا عندنا في مصر حوالي مليون. تسيبيني أتكلم في دي؟ أنا عايز أقول لكم إن من 3 سنين يا دكتورة، من 3 سنين، أيوة، فكان في عدد من دور الرعاية محتاجين رفع كفاءة، فالدكتورة بتقول لي يعني كده. قلت لها دكتورة يعني بدون شك في رعاية وفي إنفاق مناسب جدا من الوزارة أو من الدولة دكتور مصطفى في الموضوع، ولكن يبقى إن الطفل اللي بيبقى هيتم رعايته بين وسط أسرة يعني عندها كرم وعندها عطف تجاه هذا الطفل أو الطفلة، ممكن يحللنا المسألة. مش يحللنا المسألة المالية بالمناسبة، لا أبدا، احنا كنا الهدف منه ان احنا ابننا او بنتنا اللي ليه هذا اللي ليه الموقف ده، ان احنا نديله رعاية، هذه الرعاية تبقى تقدر تخليه انسان او انسانة اكثر استواء، صح كده؟ صحيح، تمام. فاحنا كانت الدكتورة ساعتها حاطين قواعد صارمة، وانا هنا في قصدت ان انا اتكلم في ده دكتورة نيفين عشان اقول للناس في مصر، ساعات تحط انت معايير، المعايير دي تعطلك احيانا. انا بقول كلام مناسب ولا لا يا فندم؟ طبعا. يعني 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 المعايير اللي محطوطه، ساعات ناس تقعد على المكتب تكتب معايير ولازم 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 ولازم، طب لما تيجي تحط المعايير دي في على الواقع تلاقيها خلت الفرصة تتراجع بشكل كبير. كان من ضمنها التعليم العالي، صح كده؟ فقلت لها دكتورة يعني في ناس طيبة كتير، وبدام هم مستعدين، طب من نشيل شرط المؤهل العالي، صح كده؟ صحيح يا فندم. وندي الفرصة، لأن الفكرة كانت إيه؟ أرجو إن الكلمة دي ما تبقاش تزعل حد، هو في أسرة متوسطة التعليم أفضل ولا في دور الرعاية المجمعة في 100 بني آدم أو 200 بني آدم تحت حد، تحت قيادة بدون شك يعني كويسة، لكن لا يمكن الرعاية اللي هيتم تكسفها من أسرة واحدة تجاه طفل أو طفلة تتساوى مع دور. وأنا الكلام ده أنا شفته في، وأنا قلت لحضرتك كده، أنا شفته في أمريكا وأنا في كلية الحرب، ودونا قرية لقينا فيها أسر يا دكتور مصطفى مش مخلين الدور الرعاية زي ما احنا بنعمل هنا كده، إن هم يعني هنجر أو آسف عنبر، لا 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 لا، هو عايز يوفر بيئة تنشئة اجتماعية أقرب ما يمكن إلى الواقع المناسب عشان تطلع شخصية سوية. هو طفل دلوقتي أو طفلة، لكن بعد شوية هيبقى شاب وشابة، فلو ما اهتمناش بيه. واحنا كنا اتكلمنا في نقطة تانية والدكتورة ما ردتش عليها فيه. لا يا فندم العفو، هو لا مش كده؟ هي أنهي نقطة؟ إكرام اليتيم. إكرام اليتيم، واحنا مش بنتكلم على الأيتام دول بس، أنا كنت بتكلم بإطلاقها يا دكتور. أنا عايز أقول لك على حاجة، كنت بحكي الكلام ده كفكرة للشيخ محمد بن زايد، قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني في نص في القرآن دايما يقول لك يعني لا يكرمون اليتيم، وكأن
الاستهداف من إكرام اليتيم ده مطلب إلهي للأمة للمجتمع إنها تهتم بالأيتام. واللي بيعمل كده ربنا اللي يجازي خير. فقلت له يعني احنا في مصر، قلت للدكتوره ان فيني الموضوع ده من سنه، فهي راحت غطست وما طلعتش تاني. لا هو يا فندم ارد والله يا فندم. اسمعي انا عارف الظروف، بس انا بحكي للناس. انا عارف الظروف بتاعت بلدنا كويس. قال لنا اللي عجبني ايه؟ ان هو لقيته ايه؟ قال انا هعمله عندي في الامارات. الفكره هنا مش محوج، انا مش بتكلم في طفل محوج يا دكتور، لا لا، هو انا بتكلم في ان هو طفل بنديله رعايه، المجتمع بيقول له احنا معك، مش فلوس، فياخد معاني وياخد افكار وياخد. طب هل لما نعمل كده واحنا معناش هنفضل معناش؟ لا معانا يا فندم. لا حتى لو معناش هنفضل معناش لاجل خاطر الايه؟ الايتام. الايتام. شكرا جزيلا.